الرئيس السيسي يطلع من رئيس الوزراء على الحالة الصحية لمصابي حادث قطار محطة مصر. الصحة تعلن فحص أكثر من 31 مليون مواطن بالحملة الرئاسية 100 مليون صحة. انطلاق الدورة الرابعة لملتقى مصر للاستثمار تحت عنوان معا إلى أفريقيا. من مساء بتوقيت القاهرة، هذا موجز لأهم الأنباء نخصصه للشأن المحلي. أسعدتم أوقاتا. اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على الحالة الصحية للمصابين في حادث قطار محطة مصر. قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن الرئيس السيسي اطلع كذلك على آخر تطورات سير التحقيقات الجارية في هذا الصدد لكشف ملابسات الحادث. وقد وجه الرئيس السيسي بمواصلة العمل على تقديم أفضل وأحدث الخدمات في العاصمة الإدارية والمدن الجديدة الجاري إنشاؤها في جميع أنحاء مصر وفقا لأعلى المعايير المتبعة. وخلال اجتماعه برئيس الوزراء ووزير الإسكان لمتابعة الموقف التنفيذي لمحاور خطة عمل وزارة الإسكان وما تتضمنه من مشروعات تنموية كبرى يتم العمل بها في الإطار الاستراتيجي القومي للدولة، وجه الرئيس كذلك باستمرار جهود الارتقاء بالبنية التحتية وضمان توفير الصيانة اللازمة لها. وقد أشار وزير الإسكان إلى جهود الدولة في القضاء على المناطق غير الآمنة في مصر بالكامل بنهاية هذا العام، وذلك بإنشاء نحو 220 ألف وحدة سكنية لمواجهة كافة التحديات ذات الصلة. أكد وزير الداخلية محمود توفيق استعداد الوزارة لتقديم أوجه الدعم الفني لأجهزة الشرطة في الصومال. وخلال استقباله وزير الأمن الداخلي الصومالي محمد أبو بكر إسلو، شدد الوزير على أهمية استمرار التعاون والتكامل بين أجهزة المعلومات للعمل على تقويض المخططات الإرهابية والإجرامية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار. من جهته أعرب الوزير الصومالي عن اعتزازه بالدور المصري الريادي في القارة الإفريقية، متطلعا إلى الاستفادة من الخبرات المصرية لتدريب الكوادر الشرطية في بلاده. وقد شهد اللقاء توقيع مذكرة التفاهم في مجالات التعاون الأمني وتبادل الخبرات والمعلومات بين الجانبين. أعلنت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد الانتهاء من مسح 551,036 مواطنا بالمحافظات السبع بالمرحلة الثالثة ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، والتي تنظم تحت عنوان 100 مليون صحة، وذلك منذ انطلاق المرحلة الثالثة من الأول من مارس الحالي وحتى ظهر هذا اليوم. أشارت الوزيرة إلى أن إجمالي من تم مسحهم في المراحل الثلاث من المبادرة الرئاسية في 27 محافظة بلغ 31,433,000 مواطن، مضيفة أن الدولة تستهدف مسح كافة المواطنين وصرف العلاج بالمجان لمن تثبت إصابته. انطلقت فعاليات الدورة الرابعة لملتقى مصر للاستثمار تحت عنوان معا إلى أفريقيا كأولى الفعاليات الاقتصادية بعد رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي. يتواكب الملتقى مع عقد مجالس إدارات ولجان اتحادات الغرف الإفريقية والعربية والإسلامية والمتوسطية، غرفهم المشتركة في أكثر من 30 دولة. ومن المقرر أن يشارك في الملتقى أكثر من 1000 من بين قيادات الغرف والمال والأعمال وكبار الشخصيات الإفريقية والعربية والأجنبية. قالت الرئيسة التنفيذية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نيفين جامع أن الجهاز معني بنقل خبرات التصدير إلى الشباب. وخلال مشاركتها في ختام مشروع التدريب والتشغيل من أجل التصدير، أوضحت جامع أن تنمية الصادرات تعتبر من المحاور المهمة التي يعمل عليها الجهاز، موضحة أن الجهاز عقد شراكة لإتمام التمويل في جميع صوره، مؤكدة حصول 530 شابا وفتاة على شهادة أخصائي التصدير. استقبل قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية الكاردينال ليوناردو ساندي رئيس مجمع الكنائس الشرقية بروما
تناول اللقاء الذي تم بالمقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي الحوار اللاهوتي المستمر منذ أكثر من 17 عاما. ختام موجز 8 والذي خصص كالمعتاد للشأن المحلي، بإمكانكم متابعة المزيد من الأخبار والتقارير من خلال الموقع الإلكتروني extranews.tv. في أمان الله.